السلام عليكم البنات ومرحبا بكم متتبعات قناه ام عثمان زيدات مولات جليل بات جات اي البنات جات وجابت الخير معاها. ولكن قبل شوفوا دابا ما تقولوش ما نديرش جيم، ما رحنا ما مفاطرين راه صايمين راه كنا بخير راه نسيناها. يلا هي الحاجه ديري اللايك، ما عرفتي شنو هي اللايك مهمتي، لايك هي جيم يعني باش هكا باش كنحسوا ان بلا فيديو راه وصل ليكم وباش هكا يوصل كاع الناس اللي بغاو ام عثمان تزيد القدام. اييه الله يعطيكم في خير في خير والله يفرحكم كاملين، حتى اللي ما دارتش اللايك كنقول لك الله يعطيك خير في خير، الله ينورك الله يرضي عليك. هذه سواء نشوفوا سواء اللي دارها اولا اللي ما دارهاش الله يعطيه خير في خير. اليوم ما شاء الله البنات كما العاده يعني فطرت ترخيت صافي قلت سوا عرفتي شنو بلا ما نصور فيديو ولا نقول فيديو اللي وعدت الناس وقلت لهم معنا 10 غينزل فيديو وانا نجمع النوضه ونط البنات. اليوم ان شاء الله غنصور لكم فيديو جديد بات اللي دخلوا ولا جديد البات اللي غيكونوا غدا. عاد راه كاينه شي حاجه من جديد البات الاولين ان شاء الله اللي جات غدا بواحد القضيه باش نتفاهموا عليها. اللي جات غدا مع الصباح حنا غدا راه حالين مع تسعود. بالنسبه للعنوان البنات بالنسبه للعنوان انا غنصور لكم الكارت فيزيت واضحه باينه بالنسبه للعنوان. بالنسبه للعنوان البنات اللي كتعرف جامع السنه، جامع السنه جا في الشارع ديال دوماس ديور لي انفاس مع الجامع. راه اليوم قبل الفطور كنت في الحمام البنات وكنت غنصور لكم فيديو ولكن جات لقيت التليفون باتري فيبل ما كان طريق خاويه مع السبع الله رب كان طريق خاويه يعني تاع التصوير ومن جيت نصور لقيت باتري فيبل. مهم جامع السنه يعني كيبقى في الشارع ديال دوماس يعني ديور لي انفاس مع الجامع هذاك هو حي المسجد. شي ديور لي كيشوفوا الجامع من جهه دوماس انا في الظهر ديالهم حي المسجد الزنقه 12. لي سولتي على الزنقه 12 حي المسجد ماشي رياض العالي ماشي الناس بزاف كيمشوا رياض العالي البنات حي المسجد. لي سولتو على حي المسجد كتشد لكم طريق من جهه لوطوغوت يعني الناس اللي كيجوا من الرباط الناس اللي كيجوا من الرباط من جديده كتشد لكم طريق ديال انت بزاف كيجوا عندنا بزاف 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 البنات والله العظيم اللي كيجوا بزاف ناس من الرباط من جديده بزاف المتتبعين كيجوا ومكناس ومكناس هي كيجوا الناس بزاف من هاد المدن هذه. علاش باش نصور لهم الطريق هذيك الطريق يعني سواء اللي جاي من البرنوصي اللي جاي من الازهار اللي جاي من الولفه يعني طريق لوطوغوت ديال الاتجاهين ديال اليمين وديال اليسار ولكن ما كسبش. المهم مره اخرى نعاود مره اخرى نمشي للحمام نعاود نصور لكم. شوفوا درت لولادي درت راجلي وولادي اليوم واحد الخطه واعره بغيت نحس براسي تاع اليوم فشه ما طيب الفطور لا والو. المهم مشيت لقيت طويله بقات الله كنقول لكم الله يعطيكم الصحه الله يحفظكم ليا. المهم واخا داكشي ماشي كيف ما انا درت الطباسل مشبكين كيكون كلشي طباسل مشبكين واحد مشبك واحد مسامبل واحد منقور من القمص عندهم مشكل. المهم هو تحطم لا الحمد لله اللهم اديمها نعمه يا ربي وما تحرمهاش من الزوال الله ينعم عليكم وعليا وعلي على الامه الاسلاميه اجمعين بالصحه والسلامه. واللي عندها شي راجل تهلا فيها وتهلا فيه واللي عندها شي عدوزه تهلا فيها واللي عندها شي حباب تهلا فيهم هكا هذه هي هذا هو رمضان. واخا ان هذا رمضان هذا العام ماشي كيف كيف الايام العاديه ولكن الحمد لله على كل حال. غنبداو باول جلابه البنات بسم الله بسم الله توكلنا على الله اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك البنات تبارك الله ما شاء الله الجلبات كلهم يعني جلبه كتنسك في جلبه منهم هاد الغوزه البنات راها واعره واعره فنه فنه في اللون ديالها. نبداو بهذا اللون هذا علاش كنقول لكم البنات انا السبت هو اللي كنستقبل فيه بلاتي الحباب بلاتي عندي المحل صغير البنات عندي المحل صغير صغير شي وحده اللي دائما كتقلب على السنتيم شي وحده اللي ديما كتقلب على السنتيم ديالها بلاتي البنات بغيت نقلب لكم على السنتيم باش نعطيكم العبارات ولكن ديزولي ما لقيتوش البنات. المهم البنات بالنسبه لكم على الاستقبال حنا كنستقبلوا نهار السبت علاش المحل عندنا ضيق بزاف البنات والحمد لله الحمد لله الله يسع علينا. بالنسبه للمحل انا كنت غنزيد حتى علاقات في هذه الجهه هنا وفي الجهه اللي لها يعني كنت غنزيد جوج علاقات اخرين. دابا الحوايج ملي كنعلقوهم شوفوا كيفاش دايرين يعني
مرات الا بغات تشوف كيجي داكشي مداكس ما كيبانش مزيان، كنا بينا نسرحوهم في المحل باش هكا يبانو حتى نهار يسهل علينا الله. ودعوا مع خمس اختكم او مع ثمان زيدات ان شاء الله يس الله. وشوفوا نهار غيكون محل كبير ما غيكونش فيه قد الجلالب، غتكون لكم مفاجاه ان شاء الله، يعني غتكون شي حاجه فيها نخدم مرتاحه اكثر، يعني ما غيكونوش الجلالب، غتكون شي حاجه اخرى ان شاء الله الرحمن الرحيم. الله يتيسها علينا وعليكم ان شاء الله. بالنسبه لهذا الجليليبه مخدومه باليد، مخدومه بالعقيدات صمه، شوفوا معايا مخدومه بالعقيدات صمه دوك الرقيوقين، يعني كلها خدمه رقيقه، فيها رشيمه في القب ورشيمه في الكميمات، يعني مخدومه رقيقه ديال البنات، رقيقه على شعره، مخدومه على شعره البنات تبارك الله ما شاء الله. هذه اول جلابه، هذه ثاني جلابه، هذه بلوسيال، ما هو بلوسيال واحد مش ما هذا مره كيبان مع موف بلوسيال، شفتوا كيفاه كيف دايره، حتى هي مخدومه على شعره، هذه هي غتكون ديسپونيبل غدا ان شاء الله. هذه راندا حصيره ومخدومه بزواقه المعلم، هذا قفيطين مخدوم حتى هو باليد، شوفوا بغيتكم هذا تشوفوا حتى القفيطنات كيفاش كيجيو بسميتو بالسلان، شوفوا القفيطين جا روعه هابط بحال هكايا تبارك الله ما شاء الله بالصحه والراحه. عشاق اللون الاسود انا عارفه اني ما غيخلوهاش غدا، ما غيخلوهاش غدا، هذا الكحل بالسلان الكميمات تبارك الله ما شاء الله جاء زوين. هذه زرق بلوسيال، هذا بلوسيال الاخر موف وهذا بلوسيال، شوف تبارك الله ما شاء الله، يعني الحمد لله كاين الشواء فين تختاروا البنات. هذه جلابه بالرانده، كنقارب لكم باش تشوفوا، شوفوا الرانده كيف دايره، شوفوا الخدمه كي محبوكه، وشوفوا الخدمه، يعني شوفوا انا كنقارب لكم باش تشوفوا الخدمه كيف دايره وتبارك الله ما شاء الله وكيف عامله. شوف ونوريكم هذا القميص، هذا ديال واحد السيده من مدينه الحسيمه، سبحان الله جمع هاد الجلابه واعر بلاتي البنات، شوفوا معايا تبارك الله وما شاء الله، تحيه الناس الحسيمه، شوفوا تبارك الله كيف طلعت ليها، شوفوا باش شوفوا واحد القضيه، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، دوك اللي تيقولوا ام عثمان راه كتخدم مع صحاب مع الناس صحاب الرونج روفر وكيجي عندها غير الطوموبيلات الواعرين، البنات الحمد لله الناس كيجيو عندنا على قبل النقا ديال الخدمه، هذا الشيء ما كيعنيش اننا راه كنخدموا غير مع واحد الفئه، الحمد لله كاين ناس كيجيو عندنا حتى ناس عاديين ولكن كيبغوا خدمه نقيه، اللي قدرت كتخيط باليد راه كنخدموا ليها باليد، واللي ما قدرتش كنطرزوا ليها وكنعطوها هي تخيط على حساب ذوقها، يتخيط باليد وتخيطها بالماكينه كله كيمشي على حساب الجهد ديالو. شوفوا معايا البنات هادو اللي قالوها شنقول لكم ما شاء الله عليكم، بنادم ما عندوش ما يدار وحق الله كيبقى حادي بنادم، شوفوا راندا سامبل، شوفي اختي جوهرة ديالك، ودرنا ليها طريزة، درنا ليها طريزة، درت ليها هاد الشكل هكايا في الطريزة من هاد الجنب هنا ومن هاد الجنب هنايا باللون ديال الخطاط ديال الجلابة، يعني باش الخطاط ديال السم هو اللي درنا بهم الطريزات، وجا قميص واعر تبارك الله بصحة مولاتو، هذا ديال مولاتو البنات بصحتها وراحتها، تلبسوا بالصحة والسلامة، عرفتي لبستو مع هاد الجلابة بلاتي البنات، لبستو مع هاد الجلابة جا روعة البنات،
كنا كنت غنشوف البنات محل، يعني كون كملت الكوليكسيون ديال الجلالب كامله اللي عندي كنت غنشوف محل نكري غير في هذا رمضان. ولكن فكرت قلت لا خليت نشوف شي حاجه اللي تبقى دائما ان شاء الله عندنا. شوفوا شوفوا معايا ها نتوما كيف جا معاها، هو موف وهذا بان زرق في الكاميرا ولكن راه ماشي زرق. شوفوا ملي كيتحول ها نتوما، شوفوا ملي تلبس معاه جا معاه واعر معاه فاز. راه ماشي كنشكر لكم الخدمه زعما راه حنا كنخدموا، شوفوا كنشكر الخدمه حيت عجبتني شي حاجه، اللي ما عجبتنيش راه ما كتعجبنيش. يعني كنبغي الخدمه تكون اصلا بلاتي البنات باقي جديد البنات بلاتي، كنبغي الخدمه اصلا تكون متقونه. وتحيه لناس طنجه طنجاويات الغزالات الفنات. شوفي اختي طنجاويه جلابتك كطلعات، شوفوا الحصيره شوفوا الحصيره كيف مخدومه. انا غنخشي لكم ايدي فيها، بغيت نلبسها ولكن ديال مولاتها ما بغيتش نلبسها ليهم. شوف شوفوا التشباك كتقولي لي بغيتي تلبسها راه خشيتي يدك عا كملي لبسيها. اشنو نلبسها لكم البنات بلاتي؟ شوفوا تبارك الله ما شاء الله، شوفوا تبارك الله ما شاء الله كيف جات، وشوفوا المشبك والسنينات اللي داروا ليه، يعني تبارك الله ما شاء الله جات فنه فنه. شوفوا يعني طريزه في اليدين وكاينه في القب، شفتوا في القب وكاينه في الفتاح البنات. ما نوريكمش الفتاح بلاش جات فنه. شوفوا الحصيره ديالها، شوفوا شوفوا الحصيره ديالها سبحان الله. جاتني لا جاتني ياك جاتني العبار ديالي تماما. شفتوا انتم شوفوا المشبك كيفاش كيبان، واحد شويه ناقصه في العبه في الطول. شفتوا المشبك كيداير، ما كاين لا حروشيه لا حتى شي حاجه فيه تبارك الله وما شاء الله. نمشي نحيد هاد الناس ما خاصناش نكمل بها دقيقه ديال اللبوس. بصحه مولاتها، تحيه للناس طنجه اللي وضعوا الثقه ديالهم في ام عثمان زيدات. كنقول لكم تبارك الله ما شاء الله عليكم حتى نتومايا اختي بالصحه والراحه الجليبه ديالك. وشوفيها تبارك الله كيف طلعات، شوفوا الافتتاحات، شوفوا معايا الختيمه كديره والافتتاحات كيف جاو. تبارك الله ما شاء الله اخيتي. من قبل الفطور كان عينيا مغمضين شوفوا سبحان الله العظيم الحمد لله على النعم اللي كينعم علينا الله. يعني سبحان الله، يعني قبل الفطور كيكون بنادم لاوي والحمد لله. شوفوا معايا القب حتى هو رشيمه اللي فيه. صحتك وراحتك اختي الجديده ديالك، طلعت فنه طلعت فنه. شوفوا فنه فنه بلا ما نقول فنه فنه. وهادي هادي فوزية برشيد حتى هي جديبتها طلعت ليها فنه ما شاء الله. شوفوا الخدمه كيف دايره، شوفوا روعه الخدمه كيف دايره ما شاء الله اللهم بارك. هذا راه جمعيله. شوفوا البنات واحد القضيه نقولها لكم، شوفوا الخدمه على شعرها كي كتبان، شوفوا العقاد رقاق ناموسه كي دايرين الحمد لله والشكر لله. البنات هادي بقات بالتيساج، هادي البنات كتغدا نخليها ليا انا البنات. جيت لقيت عندي الباش، شوفوا هادي كتغنخليها ليا انا، جيت لقيت عندي هاد اللون الباج شفتوا حتى هي ها هي كاينه اللي لقات اللي كتبت ليها راه غادي تديها ان شاء الله الرحمن الرحيم. كنتمنى لكم فرجه ممتعه البنات، وكنتمنى جليبات اللي تنزلوا اليوم ينالوا الاعجاب ديالكم. وان شاء الله حنا راه الاشاره غدا ان شاء الله، حنا غدا معكم، حنا ان شاء الله معكم غدا من 9:30 يعني من 10 ان شاء الله حتى الخمسة العشية ان شاء الله. الله يقدرنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. خاصني غدا دابا السبت، خاصني غدا نفيق بكري وندير فطوري نقاد فطوري لانني غنطلع نطلع حتى الخمسة، وكنبقى واقفين البنات نهار السبت كيدوز عندنا وحنا فاطرين، يعني كنكونوا فاطرين كيدوز عندنا الحمد لله قاصح، يعني كتبقاي واقفة والناس كيدخلوا وكيخرجوا خاصك ما تبركيش نهائيا. الله يقدرنا ان شاء الله ودعواتكم معايا ان شاء الله يقدرنا الله في هذا رمضان ان شاء الله باش هكا نكونوا عند حسن الظن ديالكم كاملين ان شاء الله البنات. ان شاء الله البنات راه ماشي كنردوا الناس، اللي كنقولها وكنعاودها ماشي كنردوا الناس ما بغيناش نخدموا ليهم، ولكن الطاقه الاستيعابيه ديالنا ولا ديال هاد اليد اللي غيخدموا راه صافي الله يجعل البركه. هذا الشيء اللي شدينا راه على الله نكملوه غير هو بعدا. واحد القضيه نقولها لكم البنات، غنقول لكم
الله يحفظكم ليا كاملات، الله يعطيكم ما نويتو في خاطركم، وهذا الشيء اي وحده تقدر ديرو، الله يسهل عليكم كامل البنات نتوما ديروا المشاريع ديالكم وتنتوما تخدموا وتنتوما غير حاجه واحده تكون النيه ديالكم انكم باغيين تخدموا. هذه هي النصيحه اللي غنصحكم. ما عمرني نقول انا درت محالي باش غنهرس واحد السيده، اولا درت محل باش نكسر واحد الخياطه، اولا باش نكسر واحد البيع، يعني ما عمرني ندخل على تجاره على نيه انني باغا نهرس شي حد. لا البنات، ما الله ما غيباركش، الله ما غيباركش، ندخل نقول انا حاله هذا المحل ديالي باش نترزق الله ويا فتح يا رزق. يعني عمرني هذه نصيحه لكم البنات، ما عمركم ما تكون النوايا ديالكم خايبه. واللي مريض الله يشافيه، راه كاينين الناس اللي مرض، يعني اللي مرض بهذا الشيء هكايا، كنقول لهم الله يشافيكم والله يرزقكم حيث لا تحتسبون. يعني واخا نتوما كتقولوا باغيين تهرسوا ام عثمان زيدات، انا كنقول لكم الله يعطيكم خير في خير. ما عمرك ترد على شي حد بشي حاجه بحاله، عمرك ما ترد على شي حد. وبالخصوص اليوم سمعت الامام في الجامع شنو قال في صلاه الجمعه اليوم، البنات كل واحد الحمد لله الحمد لله مادام خدام وعارف راسو اشنو كيدير. يعني الانسان ما عمر كي ما غترضي كاع الناس. انا يعني زعما واحد الخطبه راه وقيله سجلتها في التليفون ديال البنات، نشوف الا كانت مسجله صوت تسمعوا اشنو قال. يعني انا نقول لكم المختصر ديالها، الامام هذا الدواء على واحد السيد قال لك دائما كيجي يصلي، يعني من الناس العاكفين على المساجد، يعني دائما مواظبين على الصلاه، كيصلي كاع الصلوات كتلقيه من السباقين الى بيت الله الى المسجد. قال لك هاد السيد الناس حضوه او كيخرج من الجامع عنده جوج البلايص كيمشي ليهم، كيخرج من الجامع كيمشي لواحد الحانه، يعني البلاصه فين كيتباع الخمر. يعني الناس اللي كانوا في حي المجد غيعرفوا يسمعوا الخطبه هذه، كيمشي البلاصه فين كيتباع الخمر البنات، كيدخل ليها، كيخرج من البلاصه ديال الخمر كيمشي لواحد الدار الزينه، يعني واحد الدار فيها غير العاهرات والزينه وفيها الفساد، كيدخل ليها حتى هي. والناس كيقولوا واه هذا السيد او حشومه عليها، هو ديما في الجامع ومن السباقين ومن الصفوف الاولى في المسجد، وكيدخل البار وكيدخل لبلاصه الزينه اللي حرمها الله. يعني بقى بحال هكاك، وعمرو قال لك ما تصنط لشي حد، يعني عمرو ما توقف على داكشي اللي كيدير. نهار توفاه الله، نهار داه الله عنده، قال لك سبحان الله العظيم ان حشود ديال الناس اللي صلات الجنازه ديالو وبزاف الناس اللي تبعوا الجنازه ديالو، الناس تعجبوا قالوا او هذا السيد كان يعني كان 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 ها هو كان كيصلي وكان كيمشي لدار الزينه وكان كيمشي لعند العاهرات، وهاد الناس كامله كتصلي عليه وكتبكي عليه، راه علاش هذا الشيء ما يمكنش. مشاو عند الزوجه ديالو وسولوها، قال لها حنا بغينا نفهموا، وقال لك الجنازه ديالو حضروا ليها، يعني كيف ما نقولوا حنا خلفاء وناس كبار، ناس دين كبار. بدا يسولوا قالوا لمرتو اشنو راجلك كان هو كان كيصلي وكان كيمشي لهادي وكيمشي، اشنو اش كان كيدير في ديك الدار؟ وسمعوا القصه اشنو كان كيدير في هذيك الدار. ان عمركم ما تحكموا على الناس من شي حاجه من مظهر او لا شي حاجه سمعتوها عليهم، عمرك ما تحكم على الانسان وانت ما عارفوش اشنو كيسوى. الحمد لله يعني جيت من تماك خايضه فكره انني نكمل لكم القصه، عاد نقول لكم الفكره اللي خديتها والقرار اللي اتخذته على نفسي انايا. من اللي سولوا المرة ديالو، هاد السيد كان كيدخل ديك الحانة أو الباصة اللي كتباع فيها الخمر، وكان كيشري الصناديق ديال الخمر كاملة، كيأدي الفاتورة ديالها وكيوقف عليها أو كيشرف على داك السيد، يعني كيشرف على داك السيد اللي بارك تما اللي كيبيع، حتى يخويها كاملة يسربها في المياه الصرف، يعني كيخويها كاملة ما تبقى حتى شي قارورة. وعلاش هادشي؟ باش اللي دخل يشري الخمر غيلقى يقولوا ليه سالا ما بقاش، وقال لهم درت صدقه في ناس كانوا غيديروا محرم، والحمد لله ما مش ضربوا في الشرف في داك النهار، وهكذا الايام وهكا كيدير. وقالوا علاش كيدخل البلاصه ديال اولا دور دار العهار دار العاهرات ودار الزينه، كان كيدخل كيدق على دوك العاهرات وكيقول لهم زعما اشنو شحال كتصوروا في داك النهار، كتقولي مثلا هو قال 20 درهم 20 درهم 30 درهم، كيأدي لهم كل وحده هكا 20 20 20 وبركي في دارك ما تخرجيش. يعني ها هو حبس واحد العيالات من انهم يرتكبوا واحد المعصيه، والناس اشنو واخدين عليه فكره انه راه خايب. هذا الشيء علاش البنات ما عمركم تحكموا على الانسان من خلال كلام سمعتوه عليه، اولا من خلال صوره
يعني الحمد لله والله البناتي لا غنعود اي حاجه درتها لوجه الله سبحانه وتعالى، ما يهمني حتى شي واحد، وما عمرني ما عمرني يجي عندي شي حد ويقول لي راه فلانه قالت عليك ولا كتقول عليك ولا لا ولا هذا الشيء درتوه من حرام ولا هادي، ونبرر ليها لا اختي راه داك الشيء شريناه ورب رزقنا وبعنا دارنا على قبله. لا مادام حنا عارفين اشنو درنا مع الله ما يهمناش الناس الاخرين اشنو غيقولوا. هذا الشيء اللي بغيتكم حتى نتوما، لانني هذه الخطبه ديال الجمعه ديال اليوم خديتها كقدوه البنات، واختكم شي حاجه الا سمعتها راه كتبقى تانبها في الضمير ديالها الا ما دارتهاش. هذه خديتها كقدوه في الحياه، ندير المزيان، نتصدق، نعطي، ماشي واش كنبين داكشي اللي كنعطي، ندير الخير، نقول كلمه زوينه، غير كلمه طيبه راه صدقه. ولكن ما عمرني نسمع شي واحد قال فيا شي حاجه خايبه ونرد عليه بشي حاجه خايبه. هذا عهد ووعد ان شاء الله من الله انه يصبرني، من عمرني نرد على شي واحد وخي اديني. يعني شوفوا البنات حنا في هذه الحياه كنتعرضوا بزاف للمواقف، وكاين بعض المواقف اللي كنحسوا بريوسنا اننا تحقرنا فيهم، وانا اختكم منهم، انا من الناس اللي كنحس بواحد الشخص حقرني ولا قذفني بشي كلمه وكنرد عليه، ولكن كان في الاخر كنقول ما كانش عليا الرد عليه، يعني كان عليا نخلي ديك الكلمه مقطعه يعني مسجله عند الله عليه، يعني ملي كنرد عليه راه صافي خديت الثار، يعني خديت الثار لا رديت على هذا الانسان بشي كلمه. هادشي علاش ان شاء الله اللي بغى يقول فيا شي حاجه يقولها، ولا اللي بغى يهضر يهضر. المهم انا الحمد لله نشوف صلاتي، نشوف طاعتي مع زوجي، محترمه، مأديه واجب ديالي، يعني محترمه والديه، الحمد لله كاع داكشي اللي خاصو واجب عليا نديرو، وشي الاخر ما يهمنيش. هذه نصيحه لكم نتوما الخواتات، خدموا ديروا داكشي اللي كيرضي الله، خدموا وسيروا في طريق الله، وان شاء الله ربي ما يخيبكمش وعمركم ما تسمعوا لشي حاجه اللي غاديه تضر بكم. يعني هادشي غنقول لكم، ام عثمان زيدات راه اختكم البنات، ومنكم واليكم، ما عمرها ما مكبره ما شبعات. يعني شوفوا كي الهضره راه كتجيني بزاف، المشكله هاد الناس كيمشيو لعند واحد السيده المحل وكيجي يقولوا لي شوفوا البنات، واخا اي وحده جات عندي المحل وحده راه مسجله اوديو السيده اشنو كتقول فيه، وجات انا تصدمت، ومشكله السيده ما بيني وبينها والو، ما دايره لا حتى شي حاجه، وكت غيره حسد، ولكن الله يهديها وكنقول لك الله يعطيك خير في خير، وما ديريش بالك اختي، راه شوفي هادشي كامل اللي كنجرو فيه غادي نخلوه، لا انا لا انتيا، هادشي اللي كنجرو فيه غادي نخلوه، نشدو في الصح الصحيح. ماشي راه الا بغى لي الله، شوف واحد القضيه نقولها بكل صدق وبكل صراحه، الا بغى لي الله الا بغى لي الله شي حاجه راه الحمد لله كيجوني شي حوايج ما كنخدم ما والو عليهم، وربي كيرزقهم ليا، رزق من الله. يعني الحمد لله تكساو ولادي ما كنتش حالنا ولا ضامنا بانني غنكسيهم، وجاب الله اللي غيكسيهم وتكساو والحمد لله. يعني راه كاين شي نعام كيقول لك الله راه انا غنعطيهم لك بلا ما تعذبي، ها هما جايين لك بلا ما تعذبي، والحمد لله. الا كان شي مجهود ولا الا كان شي حاجه كنديرها ما باغي حتى شي حاجه منها، نقري وليداتي، نعاون راجلي، يعني هادشي كامل اللي كنخدم البنات راه ما نقولش لكم درت به دار ولا درت به عماره ولا درت، معاونه راجلي البنات، معاونه راجلي، انني عارفه واحد النهار ان شاء الله غيقاد اموره راه غيفرحني حتى هويا. هادشي علاش انا لا بغيت نوقف هادشي كامل اللي غتنافسيني عليا ولا هادشي هكا، راه ما غنبقاش بالجوع وما غنبقاش ما غناكلش ولا غنمرض، راه حيت كاين ناس والله العظيم يتقطع اللي بغى اليوتيوب يمرضوا نفسانيا، يجي يهديهم ازمه نفسيه، وحق الله الحمد لله قانعه، ومن شويه يعطيني غير شويه كنخرج منه بزاف، وعمرني عمرني 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 ما قلت راه هذا الشيء قليل ولا عطيتيني داك الشيء قليل، دائما الحمد لله والشكر لله كما كيقولوا دبابه، وربي غيسهل عليا، حاسب الله غيفرحني، حاسب ربي غيفرحني، وربي غيفرحني يا البنات، والله هذه كنقولها ربي غيفرحني، وحق الله يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي تفرح كل وحده كيف 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 ما الفرحه اللي فرحانه الحمد لله، الله يفرحكم كاملين، لان حاسب الله غادي يفرحني وغادي يحقق لي داكشي. الا ما شوفوا الا ما لقيناش هنا نلقاو في جنه الفردوس. يلا بسلام عليكم، وطولت عليكم، علاش دابا شوفوا واكله شعر شوفوا الفيديو تاع صايبه واش فيه 5 دقائق ودابا مع فتره خاصني نهضم. يلا بسلام عليكم، والله يتقبل الصيام، والله يتقبل الصلاه، والله يتقبل القيام، والى اللقاء ان شاء الله، موعدنا غدا ان شاء الله الرحمن الرحيم. شوفوا الله يرحم الوالدين.
بالنسبه للغدا راه ما تجونيش مع 8 ونص مع 9 قد خلوني عاد ندير انا جينا خبيزات الفطور حتى نقصد الحال طلعت معطله نحط لي بالخبز وشويه البيض. ولكن اختكم ما تخافوش على حد ان شاء الله غتنوض بكري ندير شي حاجه شي غاطا المهم داكشي ان شاء الله بلا ما نبقى نقولوا ندير شي اللي قسم الله ونهبط تلقوني في المحل واقفه كنتسناكم ومرحبا والف مرحبا يلا السلام عليكم الى اللقاء.